السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. أيام مباركة، أيام شهر رمضان. النهاردة هنعرف حكاية تاريخية. حكايتنا النهاردة مظاهر الاحتفال في شهر رمضان متعلقة بالفانوس أو الأناديل. إيه حكاية الفوانيس أو الأناديل؟ هنعرف حكايتها في السعودية شبه الجزيرة العربية وحكايتها في مصر. نبدأ بالسعودية. المؤرخ الدكتور منصور الدعجاني قال حديث لصحيفة سبق الإلكترونية السعودية. الحديث ده بيتكلم إن أول شخص استخدم المصابيح أو القناديل في شهر رمضان كان سيدنا عمر بن الخطاب. استخدمها عشان الناس تستفيد بيها وتروح صلاة التراويح ويمشوا على ضوء الأناديل ويؤدوا صلاة التراويح في الليالي المظلمة. ونجد أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة عمر بن الخطاب كان دايما يقول في شهر رمضان: نور الله على سيدنا عمر في قبره كما نور علينا المساجد. وأيضا القناديل كان لها دور مهم في تحديد وقت السحور ووقت الفجر ووقت الامتناع عن الأكل اللي هو وقت الإمساك. فنجد أن ابن جبير وابن بطوطة في كتبهما يتحدثان عن المسجد الحرام وبيقولولنا أن الأناديل كانت بتوضع في مآذن المسجد الحرام قبل الفجر في شهر رمضان لتدل على وقت السحور، يراها سكان مكة الذين لا يسمعون نداء التسحير، فإذا دخل وقت الفجر تم إطفاء القناديل. وأيضا في القرن التاسع الهجري يذكر لنا تقي الدين الفاسي: في شهر رمضان يزداد عدد القناديل في المسجد الحرام حول المطاف لتضيء للطائفين الذين يطوفون بيت الله الحرام، وفي أروقة المسجد الحرام يتم إضاءة القناديل في أماكن الصلاة لكي يقرأ الناس القرآن الكريم. والخليفة العباسي المأمون أصدر الأوامر لكل الأقاليم بتعليق المصابيح في رمضان لكي تنير الطريق للمتهجدين اللي بيأدوا صلاة التهجد. ودلوقتي ننتقل إلى مصر ونعرف حكاية الأناديل والفوانيس. الباحث الأثري سامح الزهار في جريدة صدى البلد سنة 2014 بيقول لنا وبيحدثنا عن هذه الجزئية. هنختصر كلامه ونقول: نجد فانوس رمضان ارتبط بدخول الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي القاهرة سنة 358 من الهجرة. سنة 358 من الهجرة أهل مصر استقبلوه بالفوانيس لتحية الخليفة، الرجال والنساء والأطفال. وخلي بالكم الخليفة دخل في وقت الليل عشان كده كان الناس مسكين الفوانيس. واستمر إضاءة الفوانيس في شهر رمضان طول شهر رمضان. الخليفة الفاطمي وصل القاهرة في شهر رمضان بالتحديد يوم 5 رمضان. الكلام ده قاله سامح الزهار لموقع العربية أيضا. ونجد الأطفال يا ترى هيقولوا إيه وهما مسكين الفوانيس وفرحانين. بيقولوا: وهذه الكلمات ليست مصرية، هذه الكلمات ليست من اللغة العربية الفصحى ولكن من اللغة المصرية القديمة، اللغة الهيروغليفية. ويقول الدكتور طارق منصور في موقع العربية الإلكتروني بيقول لنا، والدكتور طارق منصور أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس كلية الأداب، بيقول لنا إن كلمة حلو من الحلول وهي كلمة قبطية وتعني تهنئة مباركة، وحوي وحوي هي الأصلها هيروغليفي وهي تعني استقر يا قمر. فبتدل الكلمتين حلو حلو وحوي وحوي عن دخول شهر رمضان، دخول هلال شهر رمضان. وكل عام وأنتم بخير.